يا سمر خير، مالك؟ مالي؟ مالي اني قرفت منك ومن انانيتك يا شيخه؟ انتي ايه؟ ما عندكيش ريحه الدم ولا الاحساس؟ عمرك ما هتتغيري؟ انتي عارفه كويس قوي ان انا معجبه بيه واني بتمنى انه يطلبني للجواز، بس انتي زي ما انتي، عمرك ما هتتغيري. اللي عملتيه معايا زمان يا وزيره بتكرريه تاني، اللي عملتيه مع ادم بتكرريه تاني مع فايق. انتي ما بيحللكيش حاجه الا اللي في ايد غيرك. غيري؟ غيري ايه؟ اوعي تكوني فاكره انه كان في ايدك اصلا. يا نهار اسود، ما كانوش كلمتين على ضحكتين اللي خلوكي تبني الوهم وتعيشي اللاف ستوري الرهيبه اللي في دماغك دي. انا بقى ذنبي ايه؟ والله يعني ادهم كان وهم برضه يا وسيله، ولا انا كان بتهيألي؟ لا يا سمر، ما كانش بيتهيألك. ادهم كان معاكي في الاول، كنتوا بتحبوا بعض، او على الاقل انت كنت متخيله انك بتحبيه. بس انا بقى ذنب اهلي ايه انك بتختاري رجاله مش شبهك؟ مش ستايلك يا ستي، ما بيلاقوش نفسهم معاكي. وهو ده اللي حصل لادهم على فكره. ادهم في الاول اختارك، وبعدين حس انه مش مبسوط وحس ان انا شبهه اكتر. انا مالي بقى؟ كنت بضربهم على ايديهم عشان يقولي يا بجاحتك يا شيخه، انت لا يمكن تكوني يا اختي. انت صح على فكره وصح قوي، بس انت عارفه بقى ايه هو اللي غريب؟ الغريب ان في ناس اغبيه قوي ما بيتعلموش بالدروس اللي فاتت، وانا يا ستي واحده منهم. اني قبلت اني اجي واعيش معاكي، قلت معلش وسيله اختي اتغيرت وبقيت واحده تانيه، بس الظاهر ان مفيش فايده. انتي هتفضلي زي ما انتي، انانيه، ما عندكيش ريحه الاحساس، صاحبه نظريه انا ومن بعدي الطوفان. هي مش غلطتك انتي، هي غلطتي انا، بس المره دي انا استوعبت الدرس قوي يا وسيله، ومش هقعد لك ولا لحظه في القصر بتاعك ده انا وبناتي. انتي ما بتشوفيش الا نفسك، وما عندكيش استعداد تشوفي حد غيرك. يا سلام، اولعي. مش دي وسيله اللي انا حذرتكم منها وما سمعتوش الكلام؟ دلوقتي جايه بتعيطي. كان عندك حق يا ماما في كل كلمه قلتيها عليه. يا ريتني سمعت كلامك من الاول، ما كانش كل ده حصل. انا كنت فاكراها ضحيه اترميت في حضنها لما الدنيا ضاقت بيا، ما كنتش عارفه انها شطانه ما بتحبش الا نفسها. سامحيني يا امي، ارجوكي سامحيني. بسامحك يا سمر، احنا بشر يا بنتي وبنغلط، مش عيب ابدا، بس ما نكملش في سكه الغلط. ربنا يهديكي، ربنا يهديكي يا وسيله ويحميكي من السكه اللي انت ماشيه فيها. يلا هاتي يا امي اغسلي وشك تعالي. سامحيني يا ماما، سامحيني ارجوك. بنت حقوده ونفسيتها سودة، عمرها ما تمنيت لي الخير الجزمتي ولا حتى بتمر فيها، بس كمان اهي بانت على حقيقتها. اول ما شدت معاها شده واحده قامت لملمالي حاجتها وعملت لي فيها الشابه الكرامه وسابت القصر ومشي. تولع، تخلي امها تنفعها. طب ممكن تهدي بقى وبلاش استهبال. وانا استهبلت في ايه دلوقتي يا طارق؟ عشان انا وانتي عارفين كويس قوي انها كانت بتحبه، وان كان في بينهم علاقه، ولما تقدم لك كنت بتقولي انا خايفه قوي على مشاعرها. شفت اهو، الحمد لله انك شهدت في يوم من الايام ان انا كمان كنت بخاف على احساسها، اللي النهارده بتكلمني على ان انا ستيفان روستي من كتر الغل والشر اللي جوايا. يا عم بقى منك لله يا ام محروس، منك لله. ايه بس عملت ايه يا ام محروسه؟ هريعه الوليه، الوليه مش قادره تفرق ما بين الحمل وما بين الانتفاخ. حمل وانتفاخ؟ لا فاهمين، انا مش فاهم حاجه. انا مش حامل. الحمد لله. ايه يا ساترة، ايه الخبر الوحش ده بس على مربيع الصبح كده بس؟ واللي زاد وغطى، اللي زاد وغطى القراصنة. قراصية؟ ايه اللي جاب سيرة القراصية بس؟ ده رمضان لسه عليه بدري قوي. القراصنة يا جوب، اللي سرقوا المركب بالبضاعة اللي عليها. ايه الأخبار الوحشة كتير ده؟ ضايقتيني قوي. ولا وبعدين ما يهمكيش أنا ابنك وجوزك وحبيبك وأخوك، مش أنا كده فعلا ولا لأ؟ صح؟ موضوع الفلوس التاني ده مالكيش دعوة بيه، احنا نوافق البت وسيلة على 250,000 جنيه وحلال عليك نرد البت سمر، بس انت مش عايزه تطوعيني في الموضوع ده.
اطوعك ازاي يا بني ادم؟ واحده جت ضربتني وفرجت عليا الجيران كلهم وفضحتني قدام الناس يوم صباحيتي. ما احنا هنوافق ليها هريعوا عشان المصيبه اللي انت فيها. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، اما نجيب البت سمر في البيت انت عليكي دور كبير قوي، هتقعدي تطهقيها وتزهقيها لغايه ما تتنازل على القضيه بتاعت النفقه اللي رفعها عليا وتبريني من كل حاجه، وكده تبقى انت خدت طارق ولا ايه؟ صح؟ انا موافقه بجد، بس بشرط. شروط يا روح قلبي، ما تطولناش في القعده ونطفشها يا ام. بصي الموضوع ده بقى راجع لشطارتك انت. لا اطمن ليك عليا، هوريها النجوم في عز الظهر لغايه ما تقول حقي برقبتي. بس يا ست عملت كل اللي انت قلت لي عليه، ولعت له في المكتبه وبعدين رحت له بقى متشحتفه ومتاثره واديته الفلوس عشان يصلحها، بس عمال كده هتقرب له كل شويه. بس في حاجه عايزه افهمها يا وسيله. ايه يا سوسو؟ انا عايز اعرف انت ليه بتعملي في نبيل كده؟ ده مربيكي برضو يعني زي ابوكي بالظبط. وانا بعمل فيه ايه؟ اوعى تكوني فاكره ان انا بكرهه، بالعكس ده انا حتى بفكر اتجوزه. الله الله، ده انت عايزه تجيبي ساميه ارض ارض. ومين العروسه بقى ان شاء الله يا اختي كده؟ انت يا سوسو يا موز. ايه انا؟ يا نهار اسود، انت عايزه ساميه تذبحني ولا ايه؟ مين ده؟ ده احنا اللي هنذبحها بسكينه بارده. جوازك من نبيل هيقطم ظهرها ويهدها ويخرس لسانها كمان وكمان عشان نخلص خالص بقى. طب وانا هستفاد ايه بقى من الليله السودا دي كلها؟ استفيدي ايه؟ استفيدي انك هتفشي غلك وغل. بس كده وايه كمان؟ ده غير ان انا هديكي 100,000 جنيه نقوطك يا عرس. يا لهوي، نبيل ده زي ما كانش باين قدامي من زمان، ده كان تايه عن دماغي فين؟ يا لهوي، بس بجد الله اكبر عليك يا وسيله، الله اكبر يا حبيبتي، ده انت الشيطان يعلق صورك في كل بيته، الله اكبر. صباح الخير يا نبيل. صباح الفل يا ست الكل، ده ايه النور اللي هل عليا ده؟ ربنا يخليك، ما يجيش من بعد نورك ابدا يا نبيل. ايه رايك بقى في المكتبه بعد ما اتدهنت واتجددت؟ مش عايزه اقول لك بقت تحفه، بسم الله ما شاء الله، بجد اتجنن. البركه فيك يا سعاد، انا مش عارف من غيري كنت هعمل ايه. ما تقولش كده يا نبيل، انا ما عملتش غير الواجب. لا ازاي بس، ده جميل في رقبتي عمري ما هنساهولك. ربنا يخليك. ايه اللي اتشالها دي؟ دي هديه كده بسيطه يعني، بس عايزاك تعلقها في اكتر مكان في المكتبه بتبص عليه. ده اكيد بمنظر طبيعي مش كده؟ في الحقيقه لا، دي يعني كلام قران كده يشرح لك صدرك. يا سلام على قوه ايمانك يا سعاد. اكيد ايه الكرسي؟ لا تبقى المعوذتين صح؟ برضه لا. طب ايه يا بالظبط، غلبتيني معاك. افتح وشوفها يا اخي. الله، بص بقى، بص المفاجأة الحلوة دي. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يا سلام، إيه الحلاوة دي؟ ممكن تقولي بقى أكتر حتة بتبص عليها في المكتبة عشان أعلقها فيها؟ يا عبد السلام يخرب عقلك، قلبت عليا الذكريات دي، نفس حركات وسيله، نفسها بالظبط اللي كانت بتعملها وهي صغيره. يا ترى لما تكبر هتبقى ناكر للجنين زيها؟ هتدوس على الناس ليك عشان مصلحتك؟ ولا اللي حصل ده وسيله
كان شيء نادر، نادر ما بيحصلش كل يوم. ربنا يسامحك ويهديك. ربنا يسامحك. يا ما نفسي يا معلم عوني زي ما يا اخويا ربنا تاب عليا وخلاك تبطلني الرقص، انت كمان تبطل بلطجه علشان خاطر ابننا اللي جاي ده نعرف ناكله بالحلال. يا بت جو عادل امام في فيلم المشبوه ده، انا قلت لك قبل كده بدل مره مليون مش هبطل بلطجه، خلاص بقت بتسرف دمي. وبعدين البلطجه اللي مش عاجباكي دي فاتحه بيوت ناس كتير قوي، ولو انا بطلت بلطجه اليتامى اللي زي سنجا والمر يعملوا ايه من غيري؟ ياكلوا منين؟ يا اخويا ربنا هو اللي بيرزق مش البني ادم، وبعدين زي ما في شغلانه حرام في الف حلال. بقول لك ايه يا بت انتي؟ انهي؟ قالها العفاريت والزرق كلها بتتنطط في وشي ومش طايق نفسي، قومي جهزي لي لقمه. الحق عليا ان انا بحبك وخايفه على مصلحتك. مصلحتي؟ لا يا اختي ما تخافيش، انا عارف مصلحتي كويس قوي، وعشان تبقى عارفه بقى انا هفتح شركه امن عشان ابلطك برخصه وفي النور، واللي مش عاجبه يضرب راسه في الحيط. ممكن اعرف صرف الشيك اتوقف ليه؟ انت كده بتعطلي المشروع. طب ما يتعطل يعني حتى ولا يولع؟ يولع يعني ايه؟ يعني اعتبر ان الديل ملغي ومش هنفذ المشروع بتاعك. واتفاقي مع فاروق بيه والوصيه اللي وصاها لك. انسى كل ده، ولو عايز بقى ترفع قضيه وتلف في المحاكم وتجيب محامين انا ما عنديش مشكله خالص، انا كده كده المحامي بتاعي بياخد المرتب كل شهر. لا يعني ساكوكي، مش انا اللي اعمل كده، انا هحترم غياب فاروق بيه ولما يرجع بالسلامه انا ليا معاه كلام تاني. على مفخلك اركبه. الشر والغل اللي جواكي ده، كنتش متخانك ممكن تدمري كل حاجه بالشكل ده. عن اذنك يا كاميليا هانم. غبي. تعرفي يا منال، انا كل ما بشوف ظروفك وتأملها بتصعب عليا نفسي قوي. نفسك؟ اه نفسي، يعني ظروفي وظروفك واحده، انت دلوقتي بقيتي وحيده في الدنيا وانا كمان، انا مراتي خدعتني وانت جوزك خدعك، بس انا حاسس ان احنا نقدر نكمل. انا بجد مش عارفه من غيركم كنت هعمل ايه. وانا برضو قصدي يعني مش عارف كنت من غيرك انت وشريف كنت هعمل ايه. انا بقيت اخاف عليكي قوي، وده طبعا من غلاوتك الزياده عندي. ارجوك اقبلي مني الهديه المتواضعه دي. ده مسدس؟ اه، ما انت لازم يكون معاكي حاجه تدافع بيها عن نفسك، سواء من فايق سواء من غيره، الدنيا ما بقاش فيها امان. بس انا ما عنديش رخصه ليه ولا بعرف استعمله. انا هعلمك كل حاجه، بس خليه معاكي عشان ابقى مطمن عليكي وانا بعيد عنك. تخاف عليا للدرجه دي؟ واكتر. ميرسي على الهدايا. انا اللي ميرسي ليكي، عشان انت اجمل هديه ربنا اداني. ادي يا معلمه كل الفلوس بالنسبه يعني للمصلحه اللي عملتها مع اللي اسمها سهاد ديا. طب وبالنسبه للوطيانه لما مؤاخذه كام دول يا ار؟ لما قلنا كل الفلوس يا عم الحاج 10 بواكي. خد عقدهم يا سنجل، يكون الواد العره ده مخنصر منهم حاجه. العيب يا معلم بالنسبه للشك يعني، مش انا، مش المر اللي هيصدر منه تجاه معلمه وولي نعمته تصرفات اقل ما توصف بانها حقيره وملوثه. ولما هي حقيره عملت المصلحه دي في غيابي ليه؟ قال لي طب وانا كنت اعمل ايه بس يا سيدي المعلمين؟ اكلمك بصراحه كلام بالنسبه يعني ان ودا اللي ود، انا كنت كفران وبجيب جاز ولقمه عيش وجات لحد عندي، قلت يعني لما مؤاخذه عدعت فيها بالنسبه يعني اللي كنت خلاص اهوهي، وكمان بالنسبه برضه من باب ان حافظ على الزبونه لحد ما كنت تخرج لنا بالف سلامه يا حبيبي. هعديها لك المره دي بمزاجي، بس وحياه امك المره اللي جايه هعمل لك محكمه
ما هتصك حكم. وبالنسبة بقى للحقارة والتلوث، قوم ياض وقت عليك معلمك وبوسها وش وضهر ياض. طبعا معلمة حبيب، ربنا يخليك لينا معلم، طول عمرك حنين بالنسبة للعاطفة يعني. أنا عارف يا حبيبي من غير ما تقول. ذكر ربيع جاهد. عمو جاهد يا عم انا ناقصك، هتبقى انت وامك كمان عليا. بقول لك ايه، ما تيجي تقعد معايا شويه احسن، انا زهقان. لا مش فاضي يا ربيع، عندي كده مسؤوليه، داخل اخد دش. داخل اخد دش ليه؟ ايه يا عم داخل ده في ايه؟ داخل حمام وخارج من الحمام، حمام حمام حمام، ما ترحم امي شويه يا ابني. انا عايزك يرحمني. ارحم امك ايه؟ انا عايزك ترحمني. يا ربيع ده انا خربان من جوه يا ربيع، ده انا الفوطه ما بتلحقش تنشف يا ربيع، سيبني في اللي انا فيه يا ربيع. ايه ده انت زعلان متضايق يعني؟ في حاجه احكي لي. طيب مضغوط يا جدع، مضغوط مضغوط. مضغوط ازاي يعني؟ طب قول لي يعني، لو عندك مشكله انا ممكن احلها لك. عايز تعرف ايه؟ لا ما ينفعش يا ربيع، ما ينفعش، انت لسه صغير، افتح عينيك على ما ينفعش على الحاجات دي. افتح عينيك انا يا ربيع؟ يعني ايه يعني تفتح عينيا؟ يعني ايه اللي لسه صغير؟ ما تحكي لي يا عم انت في ايه. عايز تعرف ايه؟ طب انا هاخد رايك. خد رايي. بصك فيك انا مش عارف ليه يا جدع. وانا كمان مش عارف ليه. بص يا ربيع، في مشكله صغيره كده مضايقاني، واحد صاحبي متجوز، اسم متجوز عريس جديدة يعني، ومراته ضغط عليه ضغط عليه، دايسة بنزين على طول. دايسة بنزين؟ يعني ايه يعني دايسة بنزين؟ يعني مش مديله نفس على ربيع حتى ينقل نقلة، مفيش حتى نفس يا جدع. هو صاحبك ده ميكانيكي؟ لا صاحبي ده لطيف زيك كده بالظبط. ايه بس سعاد يا بنت الناس، احنا مش اتفقنا ان ندفع لك نص مصاريف البيت؟ ممكن افهم ايه بقى؟ هتعمليها لي حكاية كل شوية ولا ايه؟ يا اختي لا حكاية ولا رواية، بس احنا برضو لازم نقعد مع بعض كده يعني، نشوف ايه الحل في اللي احنا فيه، ونعيد ترتيبات مصروف المنزل تاني يعني. ايه يعني الجديد اللي جد؟ الجديد اللي جد؟ ايه انت مش واخده بالك ولا ايه يا ساميه؟ يعني سمر وبناتها ربنا يخليهم لك يا رب يعني، وشكلهم كده ناويين يعيشوا معانا كتير ولا ايه بالظبط يعني؟ وايه الاحراج ده بس يا ماما؟ يا ساتر يا ساتر يا رب، ده ايه البخل، البخل والنتهنه اللي انت فيها دي. نتانا؟ عموما الله يسامحك يا ساميه، بس انا بتكلم لمصلحتك ومصلحتي عشان نعرف هنعمل ايه في ميزانيه البيت ونعرف راسنا من رجلينا. اطمني يا مرات خالي، الخير كتير والحمد لله، واللي انت عايزاه انا هدفعه لك وزياده كمان. يا اختي تدفعي منين يا اختي؟ تنيلي ده انت متطلقه وخارجه قفاكي يقمر عيش. يا بنتي سيب امك هي اللي تدفع لك وتدلعك. وماما تدفع لي ليه وانا عندي 1,000,000 جنيه في البنك؟ ايه قلتي كام؟ 1,000,000 جنيه. اختي وسيله ادتهم لي هديه. اخس عليه اللي كان السبب، اخس عليه اللي كان السبب. قعد يا اختي يسخني عليكي ويقولي كلميهم في مصروف البيت، كلميهم في مصروف البيت، وانا اقول له ما ينفعش ما ينفعش نتكلم دول ناس ضيوف على دماغنا كده من فوق، وبعدين عيب، ده احنا بيت كرم، حتى اسال امك مش كده يا سامي يا حبيبتي؟ يا خرابي يا سمر، اوعي تزعلي مني يا حبيبتي، ده انا امك وسوها زي اختك بالظبط. والله ولو ما شلتكيش الارض انت وعيالك نشيلك فوق راسنا كلنا، واي حد معاكي اهلا وسهلا، بيته ومطرحه يا عينيا. يا سلام، ده ايه الهنا ده كله يا سعاد؟ عجايب. اسمعي يا بنت الناس، الفلوس اللي بتتكلم عليها دي هترجع لاصحابها، ملناش فيها، عشان تكوني فاهمه بس. هترجع لاصحابها؟ اللي انت بتقوليه ده؟ لا لا لا، انت ايه؟ في ايه يا ساميه؟ انت دايما كده ما بتحبيش الخير لحد، انت اتجننتي ولا ايه يا اختي؟ انا والله بنتي وانا حره فيها. اسمعي الكلام يا سمر، اوعي تسمعي كلام امك، امك دي طول عمرها وشها فقر، انا بقول لك اهو مش هترجع الفلوس دي على جثتي. فايق، هو كان في مشكلة في المكان بتاع المصنع امبارح؟ مشكلة؟ لا مفيش أي مشكلة. واضح إن أنا فهمت غلط بقى. هو في حد قالك إن في مشكلة أو حاجة؟ لا أنا سمعت بس عامل بيتكلم مع زين فافتكرت إنه واضح إن أنا فهمت غلط، خلاص. على فكرة أنا فكرت كمان في الموضوع اللي كلمتني فيه. موضوع ايه؟ موضوع ازاي يعني؟ موضوع جوازنا يا فايق. جوازنا؟ مالك مالك بهزر معاكي بقى. سم ها قررتي ايه؟ هو مبدئيا اوكي يعني، بس بس ايه؟ بس انت لسه متجوز،
وانا ما احبش بقى الناس تقول دي خربت بيوته وخطفت الراجل من مراته والجو ده، انا ما احبش كده. هطلقها. طيب خلاص، يبقى لما اطلقها واشوف انا بقى ورقه الطلاق نبقى ساعتها نكتب الكتاب وانا ضميري مرتاح. اوكي. يلا يا حبيبتي، انتي لازم يا حبيبتي تتغذي، انتي ناقصه غذاء. اه يا عينيا، يلا يلا حبيبتي. انا شبعت والله الحمد لله. شبعتي ايه يا نهار اسود؟ حدوق يا بنت، ده ورق العنب ده معمول باللحمه المفرومه، والبطه دي يا حبيبتي اول مره نشم ريحتها، دي ضيفه عزيزه قوي علينا اول مره تخش بيتنا. يا حبيبتي انتي بترضعي لازم تاكلي كويس. يلا يلا بايدك. بصي جميله قوي الحاجات دي، جنبي خدي بيتي. طب بلاش طيب خدي عشان خاطري. يلا حبيبتي مطرح ما يسر يهري يا رب. ايه قصدي يمري يمري، مطرح ما يسر يمري ان شاء الله. مش عارفه يا سمر، ما تزعلش مني يا اختي بسبب الكلام المره اللي فاتت في القعده عشان مصروف البيت يعني والكلام الفارغ ده. ما فيش زعل ولا حاجه يا اختي، ان شاء الله ربنا يخليك ويرضى عنك. انت عارفه مين اللي سخني عليك؟ البت سهى، قال خايف على مصروف البيت. قال انت عارفه بنت ايحة طالعه لابوها. خلي ما حصلش حاجه، حصل خير. لا يهمك يا حبيبتي. تعرف يا سمر وعيني عليك حلفان، انا نفسي اعرف من جهل العبيط الاهبل ده ازاي يسيب الحلاوه والجمال ده كله. يا حبيبتي الحلاوه والجمال ده كله ازاي يسيب؟ انت عارفه انا لو عندي واد يا بنت والله العظيم اجيبهولك بشنطه هدوم، قصدي اجيبهولك وهو تقلك بالذهب يا اخي. اه والله العظيم. خلي بقى لازم تاكلي. ها شبعتي؟ بصي بصي وخلي الجنه، خلي كلي كل عشان خاطر، عشان خاطر. اسمه نصيب، اسمه نصيب يا حبيبتي. طبعا كل يا حبيبتي كل. قولي بقى شبعتي؟ شبعت خلاص مش قادره. كل عشان خاطري. مش قادره عشان خاطري. طب قولي اجيب لك حاجه حلوه، حاجه حلوه، رز بلبن بسبوسه، ام علي كريم كراميل، اي حاجه اي حاجه اي حاجه عشان خاطري. كل غريبه عشان خاطري. ايه الكرم اللي نزل عليها فجاه ده؟ لا ايه ده؟ ينفع كده السرعة دي؟ أنا آسف بس ما عنديش وقت. اتفضلي. اتفضل ايه؟ نروح نتجوز. ايه؟ لا طبعا، ايه الهبل ده؟ الله، هو أنت مش قلتي لي جيب لي قسيمة الطلاق ونتجوز على طول؟ أيوه ماشي بس مش النهاردة يعني. أمال إمتى؟ فاضي الخميس الجاي. فاضي الخميس الجاي؟ ده أنا لو مش فاضي أفضلك يا جميل. خلاص يبقى الخميس الجاي. بحبك. وانا كمان. خير يا سمر؟ في ايه؟ طلبتيني عشان اجي قبلك. خير؟ عشان اقول لك انك كذاب ومنافق وما بتحبش الا مصلحتك، وعمرك ما هتتغير ابدا يا ادهم. ايه اللي انت بتقوليه ده بس يا سمر؟ مش عيب عليك ترسم عليا الحب انا ورويده صاحبتي في وقت واحد؟ انت ايه يا اخي؟ ما عندكش دم؟ الكلام ده ما حصلش، ما حصلش خالص. كفايه كذب بقى. انت ايه؟ ما بتزهقش؟ أنا مش عايزة أعرفك تاني، وحسك عينك تحاول تكلمني، أنت فاهم؟ سمر، سمر حبيب قلبي يا فوقة. أهلاً. ألف مبروك يا حبيبي، ربنا يكمل خير إن شاء الله. حبيبي بس ايه الجدعانه دي؟ انا اول مره اشوف واحد يطلق من هنا ويتجوز على طول من هنا. انت عارف صاحبك ما بيحبش يضيع وقت. باشا باشا، الوقت كان سيف ان لم تكسره غزك. الله عليك، ده انت مصيبه. اسمع بقى، وصفوها ليله فرحك تاخد من الحبايه دي وهتدعي لي. يا خوفي يا بدران، بدل ما ادعي لك ادعي عليك. ده نوع معروف اسمه اديك في السقف اتمحر اديك في الارض اتفحر. انا مرحبا. ماشي يا عمنا، هشوفك في الفرح النهارده على طول. الاوبن بوفيه هتلاقيني قدام على طول. بص اقول لك حاجه بس، انا هدي لك عنوان بقى في البوفيه ده عشان ما تتوهش. على راسي تديك الرومي، هتلاقيني واقف على طول ده ديك الرومي. ديك الرومي؟ للاسف مفيش ديك رومي. مفيش؟ يبقى انا مش جاي الفرح. بهزر معاك يا راجل، بهزر معاك. يبقى انا جاي الفرح. الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. خلي بالك من الحبايه. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. بتعملي ايه يا عمتي؟ ايه سوها؟ خليني انا اساعدك. لا طيب معلش، انت بطيئه. قولي لي، هي امك تاخرت كده ليه؟ هي فين؟
راحت تزور واحده صاحبتها. اصل انت عارفه طول عمرها صاحبه واجب. طب صاحبه واجب الحمد لله على سلامتك يا سمر. عامله ايه سمر؟ هي مالها يا عمتي؟ في شكلها بتعيط. اكيد في حاجه مضايقاها. هاي ادهم. ازيك يا سهى؟ ممكن اكلم سمر؟ خير؟ نعم. ممكن اكلم سمر؟ انت جاي ليه اصلا؟ عايز ايه؟ مش كفايه اللي جرالنا من تحت راسك؟ لو سمحتي ممكن اكلم سمر؟ انت ايه اللي جايبك ورايا؟ اتفضل امشي اطلع بره، انا مش عايز اشوفك، مش عايز اشوفك. ايه يا سمر، ايه اللي بيحصل؟ ها؟ انا مش همشي من هنا لما اقول كل اللي عندي. لازم تسمعيني يا سمر. انت لسه عندك كلام؟ انت لسه هتقول؟ الله، فهموني ايه اللي بيحصل. انا هقول لحضرتك موضوع السيد هيا بتاع سمر اللي عمل وسيلة بالاتفاق مع رويدة ومع فايق، وكل ده ليه؟ عشان اختها تروح لها وهي مكسورة بأي شكل. يا ساتر يا رب، سلام قولا من رب الرحيم. يا ساتر. معقولة يا عمتي؟ كذاب. انت بتقول كده بس عشان توقع بيني وبينها. انا فاهمة كويس. كذاب. انا مش كذاب. وسيبكم من الكلام الفاضي اللي انتوا عمالين تقنعوا نفسكم بيه ده. اوقع بينكم ايه؟ ما انتوا واقعين خلقة. وبعدين براحتكم، عايزين تصدقوا تصدقوا، ما تصدقوش ما تصدقوش. بس في حاجة افتكرتها كده عايز اقولها لكم. قول. اللي تعمل كده في امها وسمعة اهلها ما اظنش ان عندها مشكلة انها تعمل كده في اختها. عن اذنكم. سبيشال ديديكيشن لوسيلة اند فايق. عايزين نشجع وسيلة وفايق جامد قوي، يسقفوا لهم جامد. عايزين نرقصهم وسقفوا لهم وشجعوهم. فين يا جماعه؟ فين ايدينا؟ فين السقفه؟
بتعدي؟ سعيكم مشكور يا سعاد، وانت يا سفلة يا واطية. خلاص ليكي عين تنبسطي وتتجوزي وتفرحي. يا خسارة يا خسارة تربيتي فيكي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الحالة عالية ولا ايه؟ بتصوري اختك عريانة يا مريضة يا واطية. جاية تعملي لي فضيحة ومفرح يا سمر؟ ماشي. وحياة امك اللي واقفة دي، لا دفعك تمن اللي بتعمليه دلوقتي ده غالي قوي. فاكرة 2 مليون جنيه؟ وحياتك لسجنك يا سمر، ما بقاش وسيلة اما مرمطتك يا سمر. انا هوريكي عشان تبقي تعرفي كويس قوي تفكري 1000 مرة قبل ما تدوسيلي على طرف. وكمان هتسجنيني؟ وحياة امي وامك لفرجت. تعالي يا بنتي، عيب عيب يا بنتي.